شوط ما قبل الختام، شوط ما قبل الختام، ونتجه مباشرة إلى مقدمة الشوط. نود على المركز الأول، نود من هجل الشحانية يضمر نود سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني تصل وتتقدم فيه غزلان من هجل الشحانية أو لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني، غزلان تعود ملكيتها، يضمر غزلان محمد بن علي بن جرحب. ومرحبا بغزلان، مرحبا بهذه المشاركة، صالت وجالت في العام الماضي. ننتقل من غزلان اللي على المركز الثاني إلى المركز الثالث، وتتواجد شديدة من هجل الشحانية المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، يتابعها في التضمير. المركز الرابع تتواجد خطيرة أو ربدة، ربدة على المركز الرابع من هجل الشحانية المضمر سلطان بن محمد المضمر سالم بن فاران، يضمر ربدة سالم بن فاران. ننتقل من الربدة اللي على المركز الرابع إلى المركز الخامس، تقدم حورانة من هجل الشحانية يضمر حورانة سلطان بن محمد الوهيبي. هذه نتيجتنا يا الأعزاء يا الحفل الكريم. نعود إلى مقدمة الشوط، ونود على المركز الأول وعلى صدارة الشوط من هجل الشحانية، والتضمير مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني شديدة من هجل الشحانية المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، هو من يضمر النود اللي على المركز الأول. المركز الثالث من تتقدم إلى المركز الثاني، هذه حورانة انتقلت وخذت المركز الثاني من هجل الشحانية المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. دور دور المركز الثالث ما زالت فيه شديدة من هجل الشحانية المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، وربدة تتقدم على المركز الرابع، تتربص ربدة بهذا الشوط، هذه من هجل الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران. ننتقل إلى غزلان اللي على المركز الخامس لسعادة الشيخ سعود بن فهد، سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني، محمد بن علي بن حسين بن جرحب في تضميرها، يتابع غزلان بن جرحب، يتابعها محمد بن علي بن جرحب ويراقب هذا الشوط وأموره. نعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول أعزائي المتابعين، ما زالت نود، ما زالت نود على المركز الأول. نود من هجل الشحاني مضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على المركز الأول. نود المركز الثاني تتقدم في حورانة وتتسلل تسلل ناعم وملموس، هذه حورانة تعود ملكيتها من هجل الشحاني، يتابعها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، وعلى المركز الثالث أيضا مع الوهيبي مع العملاق حورانة أو هنا شديدة، شديدة مشاهدينا الأعزاء على المركز الثالث في هذه الأثناء من هجل الشحانية مضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، وربدة على المركز الرابع من هجل الشحانية بقيادة المضمر سالم بن فاران المري. المركز الخامس غزلان لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني مضمر محمد بن علي بن جرحب. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، و المراكز المتقدمة الأولى لم يطرأ عليها تغيير حتى هذه اللحظات، ونحن مشاهدينا الأعزاء ونحن في هذه اللحظات نقترب من لوحة الكيلوين متر الأخيرة، وما زالت نود هي سيدة الموقف، تسيطر على المركز الأول وعلى ناموس الشوط، تلاحقها وتقترب شديدة اللي غيرت وتقدمت تقدم ممتاز، تتقدم شديدة للمركز الثاني، ويرقص شعارها ما بين أخواتها في العزبة، ما بين نود وما بين حورانة بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثالث هذه حورانة أيضا من هجل الشحانية مع سلطان الوهيبي، وغزلان تتقدم، تتقدم غزلان بين هذه وتلك، هذه غزلان نشاهدها تصارع في هذا الشوط وتتقدم تقدم ممتاز وتقدم خطير لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني مضمر محمد بن علي بن جرحب، وتتقدم في هذه اللحظات إلى المركز الثالث. غزلان خذت المركز الثالث، والعصا قوس وشكلها جميل وأدائها ممتاز وصاحبة نقاط عديدة هذه المشاركة،
في المواسم الماضية، أول مشاركة لها في هذا الموسم وأول مشاركة لكل المشاركات في هذا الشوط. نعود إلى نود، نود ما زالت على المركز الأول، ما زالت جر الشوط جر، ونحن نقترب من لوحة 1200 متر الأخيرة. نود على المركز الأول، شديدة على المركز الثاني، الخطيرة تتحرك على المركز الثالث، غزلان غزلان تتقدم تقدم ملموس لتخطف المركز الثالث وعينها على المركز الثاني في هذه اللحظات. غزلان المركز الرابع، أعزائي المتابعين تتواجد في حورانة من هجر الشحانية، التضمير مع سلطان بن محمد الوهيبي، ربدة تتقدم من الجانب الآخر، تتسلل ربدة لتخطف المركز الرابع في هذه اللحظات مع المضمر سالم بن فاران، بينما النود أو نود مع الكيلو متر الأخير، تفتتح الكيلو متر الأخير نود وحورانة وربدة هجر الشحانية تنافس نفسها بنفسها في هذا الشوط. النود على المركز الأول وحورانة على المركز الثاني وربدة على المركز الثالث، على المركز الرابع اللي طارت شديدة، طارت في المركز الرابع، وغزلان تحركت غزلان على المركز الخامس في هذه اللحظات، ولكن ربدة وحورانة انطلقت الحيل. يا سلام حورانة، ربدة 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 طارت وطارت معها وبمعيتها الحورانة في هذه اللحظات. حول واللاموس حاير والفوز حاير ما بين هذه الشعارات، ما بين الثنتين، حورانة ربدة ربدة من الجانب الآخر، ربدة تتحرك، ربدة تتقدم، ربدة مع ال 500 متر الأخيرة، مع هجر الشحانية، مع الذهبي، مع الذهبي. يا سلام هذه ربدة مشاهدينا الأعزاء، قفلت الشوط، حسمت أمور الشوط مع المضمر الذهبي، مع من يعشق الذهب سالم بن فاران، مع المضمر المميز. يا سلام هذه ربدة تتميز في هذا الشوط، تتميز تبدع ما شاء الله تبارك الله. حورانة تحاول، حورانة تحاول محاولات حقيقية، ولكن ربدة مشاهدينا الأعزاء قفلت الشوط. وسلام يا ربدة سلام، تهانينا والناموس لهجر الشحانية على هذا الفوز وعلى هذا الظهور الجميل لهذه الهجن في بداية هذا الموسم. شكرا سالم بن فاران، وتهانينا لسالم بن فاران على هذه المواصيل التي وصلت إليها ربدة يا الذهبي. حورانة ما قصرت، الله يقول الحق، قدمت عرض مشرف وعرض كبير في هذا الشوط. أيضا من هجر الشحانية تهانينا لهجر الشحانية وللمضمر سلطان الوهيبي المركز الثالث. شديد احتلت المركز الثالث من هجر الشحانية مع المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي والمركز الرابع. المركز الرابع تصل فيه وتتقدم نود من هجر الشحانية بقيادة سلطان بن محمد الوهيبي، بينما المركز الخامس، المركز الخامس وصلت غزلان لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني، ومع حسين بن محمد بن سفران. التوقيت الزمني للحظة وصول ربدة 8:24.31 من الثانية. تهانينا والناموس لهجر الشحانية، والتهاني للمضمر سالم بن فران. حورانة احتلت المركز الثاني 8:24.89 من الثانية. تهانينا لهجر الشحانية، والتهاني موصولة للمضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي المركز الثالث. وصلت شديدة توقيتها 8:29.32 من الثانية. تهانينا والناموس لهجر الشحانية وللمضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. شوط